هو بطبيعتهم الجاليات هذيك عاملينها عباره حاجه معناها زايده، هما عندهم عايشين بالجاليات، هما عايشين بالديار والدنيا والكراهب وهذيك من 3 ملايين وواش ياخذوا فيها، لا عندهم امور اخرى ياخذوا منها فلوس من برشا بلايص، ياخذوا فلوس من برشا بلايص، معناها ناس معناها تصوري انت بونوات ليسونس انا نخدم معناها ونشوف فيهم في الكيوسك، معناها يجوا يبيعوا البونوات يبيعوا فيهم بالزملاين ومليون ونص، تعطي بونوات وتاخذ فلوس نتاع مازوت، معناها هما وش يعملوا به؟ يخدم في تطوين، هو ياخذ في بونو ياخذ في كرني وزوز كرنيات نتاع واحد، هو مام با ما يستهلكش حتى 10 فرنك ليسونس هكا، ولا هو يخدم في جابس ولا في تطوين ولا في جربه، يمشي ويجي يعمل في نافات ما جمله معناها، وزوز خدام وزوز شوفره وكراب مضخمه وديار وبسينات وبرشا حاجات امتيازات عندهم وسفريات وبرشا حاجات بلاش، كل شيء بلاش بلاش، هما حتى المعيشه نتاعهم تجيهم للدار بلاش، ما تعب فيها كان زوالي معناها، تعب كل شيء بالفلوس معناها، ولادها تخلصها من باغ اكزومبل معناها نخدم مشيت للقبض انا نلقى روحي موسير قريب الزملاء، هاني ما عندي شيء معناها محاط حد مانيش واصل معناها نجبد وما حتى شيء، اللي هما اللي صوروا في المليارات ما يخلصوا حتى شيء، معناها حاجة أنا واحد من الناس معناها من اللي صارت من 25 جويلية كنت بشر وليت بشر، مش على حاجة أما على خاطر ياسر ضرونا على الأخر، معناها ما خير التونسي معناها أنا مش روانا شباب هذا باش يعمل ديار ويعمل كرهبة ويعمل وياخذ مرأة ويعرسها، فما الجملة معناها تصوري أنت معناها 10 سنين حتى تحتونا عرونا حفونا جوعونا فقرونا وذلونا أون بليز، تونسي كان راسها في القمر الفوق معناها وطني بأتم معنى الكلمة، معناها تغيرني تونس معناها كي توصل للحالة دي، ما عندي حد شيء هكا عادي، راني إنسان مواطن عادي نخدم، تحب حتى نقول لك شنو نخدم نخدم نقول لك معناها ما عندي حتى مشكل، هم خويا ضروه الشعب ضروه شباب ولا يمشي حفيان ناس جواع دبوزة زيت واحد يدور عليها واحد باش يعمل مقلي مبطل ماش يعمله خاطر زيت ما تنميش، كان جاي يشري زيت ب 6000 فرنك زوال يشريها يشري زيت ب 6000 و 5000 هكا ولا نجم.